أهلا بحضراتكم كل مشاهدي اليوم السابع في موجز الأهم الأخبار الرياضية. 10 غيابات في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري. يغيب 10 لاعبين عن قائمة الفريق الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام في 9 مساء اليوم السبت على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز. وضمت قائمة الغائبين في الأهلي عن مواجهة المقاولون كل من اللاعبين أكرم توفيق وعمار حمدي وحسين الشحات وبيرسيتا ومحمد شريف وعمر السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم، ومعاهم طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، ومحمد هاني بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة المقصة. وعاد صلاح محسن لقائمة الأهلي بعد الغياب عن مباراة المقصة للإصابة، فيما تمت الموافقة على رحيل المغربي بدر بنون لقطر القطري. أما عن نادي الزمالك، فيريرا يجهز مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري الممتاز. يستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام في اللقاء الذي يجمع الفريقين الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي. وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك على بيراميدز ب3 أهداف مقابل هدفين. يواصل الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا المدير الفني استعداداته لمواجهة بيراميدز، وقال فيريرا: مباراة بيراميدز مهمة بالنسبة لنا وكذلك لفريق بيراميدز، لكننا ننتظر الأهلي لإنهاء مبارياته لأن المباريات حاليا غير متساوية بين الأندية، ومن الصعب أن أتوقع تتويج الزمالك بالدوري إذا فاز بهذه المباراة. ويجهز فيريرا مفاجآت في تشكيل الفريق الأبيض ويعقد اجتماعات مع مساعديه لمعرفة أوراق بيراميدز وكيفية السيطرة عليها، بخلاف طبعا اتجاهه لتغييرات في مراكز اللاعبين خاصة في خط الوسط والهجوم. أما بقى عن فريق المصري، حسام حسن يبحث عن الفوز السادس مع المصري أمام إمبي. يبحث حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن تصحيح المسار واستعادة الانتصارات مع الفريق البورسعيدي، وذلك عندما يلتقي فريق إمبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت باستاد برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام. وإجمالاً قاد حسام حسن فريق المصري في 8 مباريات منذ توليه الإدارة الفنية للفريق بواقع 2 مباراة في كأس مصر و6 لقاءات بالدوري العام، قدر إن هو يحقق خلالها 5 انتصارات بينما تعادل في 2 مباراة وخسر 1 مباراة، وقدر لاعبوه يسجلوا تحت قيادة حسام حسن 11 هدفاً بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف، وحافظ النادي المصري على نظافة شباكه في 5 مباريات. وتراجع النادي المصري للمركز 11 بجدول مسابقة الدوري العام، وده بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31، حيث خاض فريق المصري خلال مشوار الدوري العام 27 مباراة، قدر إن هو يفوز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه على مدار الموسم 32 هدف واستقبلت شباكهم 33 هدفا. أما عن النادي الإسماعيلي، حسني عبد ربه يجتمع بنجوم الإسماعيلي لتحفزهم على مواصلة الانتصارات. حرص حسني عبد ربه مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي على عقد اجتماع مع لاعبيه طالبهم خلاله بمواصلة الانتصارات لتحسين وضع الدراويش في جدول الدوري وإزالة الصورة البهتة التي ظهروا بها منذ بداية الموسم، وذلك خلال الجولات المقبلة في المسابقة. ووعد لاعبو الإسماعيلي القيصر باستمرار الانتصارات لمصالحة الجماهير بعد الأداء السيء منذ بداية المسابقة. واستأنف الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم السبت بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد طبعا الفوز على الجونة بثلاثية نظيفة في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام. ومن المقرر أن يبدأ الدراويش اليوم استعداداته للقاء مصر المقصة الاثنين المقبل في الأسبوع 28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. تغريم عماد النحاس والاتحاد السكندري 40,000 جنيه بعد مباراة إنبي في الدوري. قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري 20,000 جنيه بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراته أمام إنبي في الأسبوع 27 بمسابقة الدوري الممتاز. قام قررت الرابطة تغريم نادي الاتحاد السكندري مبلغ قدره 20,000 جنيه، وده بسبب السباب الجماهيري أثناء اللقاء.
كما تم إيقاف اللاعب خالد الغندور لاعب الاتحاد مباراتين للطرد بعد اللعب العنيف. دي كانت أهم أخبارنا الرياضية النهارده على مدار اليوم، انتظرونا خلال نشرات أخرى. شكرا لحضراتكم.